انت اسفه لا معليش، نتيجه هي ايجابيه على كل حال. هذا خرج ديار التعادل، يعني تعادل ايجابي مرضي، ولكن احنا كنا بغينا نفوزوا باش نساليوا الفيلم من دابا، ولكن معليش مازال مباراه العوده، وانا نظن اللاعبين ما كانوش في نهارهم يعني 100%. حراره الشوط الاول اثرت عليهم بزاف، يعني صراحه كان يعني الحراره هي اللي اثرت بزاف، والله غالبا هذه هي كره القدم. المهم ما خسرناش، و29 مباراه بدون خساره هذه هي، وماذا ان شاء الله ندخلهم في الرتور والقضيه حسمت. يعني ما عندهم حتى ايسبوار، منا نقولوها، ما احنا من مراكش نقولوها، ما عندهم حتى ايسبوار، وهذه هي كره القدم. المهم سجلنا خارج الديار، كنا باغيين باش نفوزوا، ولكن هذه هي كره القدم، نتقبلوا التعادل ماشي خساره، ودائما في المركز الاول، ودائما المنتخب الوطني، هذه هي كره القدم. ولا الحمد لله كانت مسانده في الملعب، الملعب ما دخلوش، ما كانوش، لكن في الشارع قبل المباراه كانت يعني باين الجمهور المغربي كان مرشح للمنتخب الجزائري وكان مساندنا، والحمد لله ونشكرهم من هذا المنبر، وان شاء الله نوعدهم بالفوز للمباريات القادمه ان شاء الله. مازال عندنا زوج مباريات في المغرب ان شاء الله، واحد في طنجه واحد في اكادير، مازال زاهيه الدعيه، ديما زاهيه، هذه هي، وديما خوا الجيري مغرب خويا. قبل كانت جميله من ناحيه التكتيكيه بزاف، ولكن المشكل كان الحاكم الله اعلم حرم الجزائر من ضرب الجزاء، وبونجاح كانت عنده فرصه باش يسجل هدف يعني القاتل، ولكن ما كتبش الله. المهم رانا جينا لعبنا في بلادنا، هذه المغرب بلادنا، كيما الجزائر هما بلادهم، كيجوا مرحبا بهم وحنا كنجوا مرحبا بينا، رحبوا بينا وتهلاو فينا، كل شيء مزيان. وان شاء الله الجزائر هما الفيفوريت، وان شاء الله هما يروحوا، ان شاء الله هما فيها حتى هضره، الجزائر هي اللي تاهل باذن الله، وتبارك الله عليكم كلكم. سلام عليكم. So the game was very good. Algeria played a lot like very good, but Burkina Faso scored another goal versus them, so yeah we didn't win, but still we Go ahead. We scored, we're still first place in the group, so that's good. 30 games without loss, that's pretty good for us as well. And we have another game in Algeria. We're going to play Burkina Faso in Algeria. And still, we have like other games in Morocco, like in Tanja, in Agadir. Maghreb and Jazair are one place, normal. Le match Algérie-Burkina au Maroc, moi je viens de Paris. Donc on savait que, vu la physionomie de la rencontre, que ça allait être difficile. C'est un match d'éliminatoire de Coupe du Monde. Donc tout le monde cherche au résultat. On a très bien joué, mais après ça a été un petit peu difficile. On doit encore travailler et puis je ne m'inquiète pas pour la suite du parcours. On va se qualifier, on est une très bonne équipe. Et donc voilà, on attend la suite et on va se qualifier, Inch'Allah. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.